السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تمكن الفريق الطبي لمصلحه الجراحه العامه بالمؤسسه الاستشفائيه اول نوفمبر 54 بوهران صبيحه اليوم الثلاثاء من استئصال ورم كبير الحجم يزن 10 كيلوغرام من مبيض ايسر لرحم سيده في العقد الخامس كان بداخلها منذ سنتين. وأكد البروفيسور شاذلي نور الدين مختص بالمصلحة بأن الحالة نادرة بحيث كانت المريضة تعاني من مشاكل صحية بسبب تزايد حجم الورم، ليتقرر إجراء العملية التي دامت ساعة كاملة وبلغ قطر الورم 60 سنتيمتر.